السلام الله عليكم، أزول في اللوم شالوم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات يهودي من بلدي، حلقة جديدة وشخصية جديدة ستتعرفون عنها لأول مرة. تابعونا إلى آخر الحلقة لتعرفوا من تكون شخصية اليوم. هو كاتب أمريكي من أصول يهودية مغربية طنجاوية، كان من رموز الحركة المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية طوال النصف الثاني من القرن العشرين. كان صديقا للرئيس ريتشارد نيكسون، وكان صحفيا ومحررا لمجلة نيوز ويك والناشونال ريفيو، ومؤلفا لأكثر من 26 كتابا ما في ذلك روايتان وديوان شعر. إلى جانب مساهمته السياسية كتب أيضا عن الموسيقى، وخاصة موسيقى الجاز، حيث كان صديقا لجل موسيقي ومغنيي الولايات المتحدة، وكان عازف كمان بارع، كما كان أبرز أعضاء الحزب الاشتراكي الأمريكي وكذلك الحزب الجمهوري قبل ذلك، ومن أشهر المعادين للشيوعية وللمعسكر الشرقي خاصة خلال الحرب الباردة. ولد في مدينة طنجة بالمغرب لوالدين يهوديين مغربيين، ثم هاجرت العائلة إلى نيويورك وهو في سن صغيرة. هذا الشخص هو عدو الشيوعية المقرب من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وهو المحامي والسياسي والكاتب الصحفي والباحث الموسيقي اليهودي الأمريكي من أصل مغربي رالف ديتوليدانو. نبدة عن سيرته الذاتية: ولد رالف ديتوليدانو في 17 غشت من سنة 1916 في مدينة طنجة بالمغرب لوالدين يهوديين مغربيين، ثم هاجرت العائلة إلى نيويورك وهو في سن الرابعة أو الخامسة، وتوفي يوم 3 فبراير 2007 في ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عن سن 90 سنة. والداه وأسرته: كان والداه من اليهود السفارديم والذين عاشوا في طنجة لما كانت منطقة دولية زمن الاستعمار، وتحصل على الجنسية الأمريكية. والد رالف ديتوليدانو هو حيين ديتوليدانو، وهو رجل أعمال وصحفي، ووالدة رالف هي سيمي نهون، وكانت مراسلة صحفية. هاجرت العائلة إلى نيويورك وهو في سن الرابعة أو الخامسة. مساره الدراسي: التحق رالف ديتوليدانو وهو عازف كمان بارع منذ الطفولة بمدرسة فيلدستون للثقافة الأخلاقية، وكذلك مدرسة جوياخ، ودرس الفن بجامعة كولومبيا. في وقت لاحق درس ديتوليدانو الأدب والفلسفة في جامعة كولومبيا، وتخرج عام 1938، وأصبح أيضا رئيسا وعضوا ومساهما في عدة جمعيات. مساره المهني: بالإضافة إلى ذلك انضم ديتوليدانو إلى الحزب الاشتراكي الأمريكي، وأصبح زعيما شابا لفصيل الحرس القديم والذي كان يسمى بالإنجليزية The Old Guard Faction، المناهض للشيوعية. ترك الحرس القديم الحزب الاشتراكي عام 1936. للإشارة فقط، كان فصيل الحرس القديم عبارة عن مجموعة مناهضة في الحزب الاشتراكي الأمريكي سعى إلى الحفاظ على التوجه التقليدي للمنظمة تجاه السياسة الانتخابية من خلال محاربة الفصيل المتشدد المكون من أعضاء حزبيين أصغر سنا بشكل عام، والذين انضموا فصائليا لتعزيز جهود أكبر في العمل المباشر في دفع قضية الاشتراكية الثورية. تعود جذور الحرس القديم إلى النظاميين في حرب الفصائل الحزبية الداخلية عام 1919، مما أدى إلى تفكك الحزب الاشتراكي إلى الحزب الشيوعي الأمريكي وحزب العمال الشيوعي الأمريكي. في عام 1935 أدى الخلاف الشخصي والسياسي بين الحزب القديم والمقاتلين وحلفائهم التقدميين إلى انقسام تنظيمي، مع مغادرة فصيل الحرس القديم لتأسيس الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي. كان رالف ديتوليدانو من رموز الحركة المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية طوال النصف الثاني من القرن العشرين، وكان صديقا للرئيس ريتشارد نيكسون، وكان صحفيا ومحررا لمجلة نيوز ويك وكذلك مجلة ناشيونال ريفيو. عمل كاتبا صحفيا لمدة طويلة من سنة 1940 إلى سنة 2007، وعمل كذلك مؤلفا لأكثر من 26 كتابا ما في
ذلك روايتان وديوان شعر. إلى جانب مساهماته السياسية كتب أيضا عن الموسيقى وخاصة موسيقى الجاز، حيث كان صديقا لجل الموسيقيين والمغنيين في الولايات المتحدة، كما كان عازف كمان بارع. القائد الجديد كان رالف دي توليدانو، أحد أبرز أعضاء الحزب الاشتراكي الأمريكي في الولايات المتحدة وكذلك في الحزب الجمهوري قبل ذلك، ومن أشد المعادين للشيوعية وللمعسكر الشرقي خاصة خلال الحرب الباردة. في عام 1940 أصبح رالف دي توليدانو محررا لمجلة الحزب الاشتراكي الأمريكي والقائد الجديد خلفا لجيمس أونيل. خلال الحرب العالمية الثانية جند في سلاح المدفعية المضادة للطائرات قبل نقله إلى مكتب الخدمات الاستراتيجية وتدريبه للعمل السري في إيطاليا، ومع ذلك لم يتم إرساله في نهاية المطاف إلى إيطاليا، حيث شعر مكتب الخدمات الأمنية أنه معادي للشيوعية. بعد الحرب أصبح مكلفا بالدعاية للاتحاد الدولي لعاملات الملابس. لين تورك في عام 1946 ساعد رولف دي توليدانو في تأسيس لين تورك مع زميله الصحفي إيزاك دون ليفين وممول اللوبي الصيني ألفريد كولبرغ. بحلول عام 1946 ركزت المجلة على فتح حلقات التجسس السوفيتية والجيوش السرية وغيرها من منظمات التخريب الشيوعي في الولايات المتحدة. شغل توليدانو منصب مدير التحرير ومساعد محرر. عمله في الصحافة بعد عدة وظائف صحفية انضم رالف دي توليدانو إلى نيوزويك في عام 1948. غطى توليدانو محاكمة الحنت باليمين عام 1950 لشخص متهم بأنه جاسوس سوفياتي، وفيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز لاحقا بأنه نقطة تحوله السياسي. وقف رالف دي توليدانو ضد المتهم. كتب توليدانو كتابا عن المحاكمة بعنوان ودور الخيانة Seeds of Treason في عام 1950 وأصبح جمهوريا. كان توليدانو من بين مؤسسي ناشونال ريفيو في عام 1955. خلال الستينيات أصبح توليدانو كاتبا رئيسيا لهيومان إيفنتس وساهم بعدة قصص من صفحة واحدة. في الثمانينيات استأنف دي توليدانو مساهمات المنتظمة في ناشونال ريفيو كمراجع موسيقي. علاقته بالرئيس نيكسون. التقى دي توليدانو لنيكسون أثناء القضية وأثناء تغطية توليدانو لحملة نيكسون في مجلس الشيوخ عام 1950، جعله نيكسون يخاطب الحشود ويقدمه كمؤلف كتاب دور الخيانة في نفس الوقت تقريبا، أي بين أكتوبر 1950 إلى أبريل 1951. شارك توليدانو في استضافة المسلسل التلفزيوني سلاحنا السري الحقيقة All Street Weapon The Truth. أصبحت اختلافات توليدانو مع زملائه المحافظين في ناشونال ريفيو واضحة للغاية قبل فترة طويلة. أولا في عام 1960 عندما انشق توليدانو عن محرري ناشونال ريفيو الآخرين عندما أيدوا باري جولد واتر، بينما دعم توليدانو نيكسون. بحلول عام 1963 تحول دي توليدانو إلى جولد واتر. بعد سنوات عندما أصبح نيكسون رئيسا كان توليدانو قريبا بشكل خاص من الإدارة في منافسة مع دانييل باتريك موينينا على امتياز تعيينه كمشرف على سياسات نيكسون المحلية والتي يدعمها المحافظون ويعارضونها كنوع من اشتراكية حزب المحافظين. كان انتصار دانييل باتريك في الصراع على الأرجح لحظة رئيسية في صعود المحافظين الجدد. قضايا قانونية. استمرت دعوى قضائية رفعها رالف نادر عام 1975 ضد توليدانو في المحاكم لسنوات، مما أثرت على حياة رالف المهنية والأسرية. تتعلق الدعوى باقتراح مزعوم من توليدانو رفضه رالف نادر، مفاده أن رالف نادر زور وشوه الأدلة حول قضية تعامل شركة شيفرولي كورفير. تم تسوية القضية في النهاية خارج المحكمة. في عام 2006 رفع توليدانو دعوى قضائية بشأن حقوق مذكرات مارك فيلت. هذه المذكرات كانت بعنوان هرم مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كتبه في عام 1979.
الحياة الشخصية، الزواج والعائلة. تزوج تالي دانو من نورا رومين وأنجب منها ولدين جيمس وبول. توفيت زوجته الثانية يانيس جودبولد في عام 1999. وفاته استمر تالي دانو حتى نهاية حياته في ناشونال بريس كلوب، نادي الصحافة الوطني. قرب نهاية حياته وصف تالي دانو نفسه بأنه تحرري وفقا لابنه بول. توفي في ولاية ماريلاند عن عمر يناهز 90 عاما. وتلقت عائلته التعازي من عدة شخصيات من رجال السياسة وكذلك من رجال الإعلام ومن أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. كتابات حوله وإرثه. تمت كتابة عدة مقالات عن سيرته وعن مسيرته الفكرية السياسية والصحفية. مؤلفاته. لم يبتعد تالي دانو أبدا عن شغفه الأول بالموسيقى، فقد ميز نفسه كعالم متعطش لموسيقى الجاز خلال النصف الأخير من حياته المهنية الطويلة في ناشونال ريفيو. تم تنصيبه كمشرف على كتابة عمودي مراجعة الموسيقى بسبب تباينه المتزايد مع اتجاه المحافظة الأمريكية. كما كتب عن الموسيقى في The American Conservative في سنواته الأخيرة، وكان من أصدقائه أسطورة الجاز لويس أمسترونغ. شكرا لتتبعكم، إلى لقاء آخر وشخصية أخرى من سلسلة حلقات يهودي من بلدي. دامت لكم الأفراح والمسرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.